مساء الخير. يوم المرشحين هو يوم عمل طويل، واللي بده يكون زعيم لازم يشتغل على حاله أولاً ومع المجموعة، واللي ما عنده مواصفات الزعيم رح يتابع دروس وورش عمل بفن القيادة والسياسة والاقتصاد مع أصحاب الخبرة والاختصاص بهالمجال. ومنبدأ أخبار الزعيم مع ليحة الحل على السكة يلي عم بتحضر لإطلاق مشروع سياسي بمؤتمر صحافي، وهالمشروع هو جزء من المهمة الأساسية يلي بتتضمن اسم الليحة، الشعار، البرنامج الانتخابي والمؤتمر الصحفي. فإلى التقرير الأول. ليحة الحل على السكة ما رح توقف بطريقة عجقة السير. طلعنا أنا وجيهان مثل ما كنا مقسمين الشغل قبل بالنهار، طلعنا على بعبدة على محطة سكة الحديد ببعبدة وعاينوا السكة ميدانيا. بوقت يلي كان جيهان وجوزيف عم يعملوا هيدي الجولة، كنا نحن قاعدين عم نجهز موضوع البرنامج الانتخابي وموضوع البيان يلي بدنا نوزعه على الصحافة والإعلام يلي بدنا ندعيهم على المؤتمر الصحافي. العنوان إعلان عن إطلاق لائحة الحل على السكة. مشينا على السكة الحديد، احنا نشوف الموقع اللي بدنا نعمل فيه المؤتمر الصحفي، لقينا موقع منيح مرتب نزبطته بلدية بعبدة، ورجعنا انتقلنا لبلدية بعبدة، طلعنا على البلدية لنحكي الرئيس البلدية لأنه هذه الأرض تابعة للبلدية نوعا ما، ووافق رئيس البلدية يوافق على إقامة هذا المؤتمر الصحفي. طبعا نحن انجزنا معظم اعمالنا عن طريق الهاتف، تواصل مع الاعلاميين الصحفيين كله كان عن طريق الهاتف. اخذنا ارقام المفاتيح الاساسيه لوسائل الاعلام المرئيه والمكتوبه عشان بشكل مباشر نقدر نحسسهم انه هن بشكل شخصي مدعوين لدعمنا ولحضور المؤتمر الصحفي. خلصنا اول مهمه، اخذنا كل الاذونات، صرنا بدنا نشغل على الشغلة الثانية اللي احنا مكلفين فيها، هي نعمل نحن لوجو، نعمل شعار، نعمل موضوع الحملة الانتخابية تبعتنا. انتقلنا لعند استاذ نبيل صهرة لجيهان، اشتغلنا على الموضوع بس اخذ شوي وقت، بتعرف انه الموضوع شوي كبير يعني لنقدر ننقل اللون، ننقل الشعار، ننقل الجملة، ننقل كلمة. ميريام كانت عم تفوت وتطلع وتتأخر من قلب الاجتماع. معلي انا ما اكلت وما شربت وما فتحت ولد بعد. وقاعدين. لأنه بدل عليها مهمة بدل تكون فيها. عليها مهمة وما بعرف كل شوية بتطلع هلأ بدي سمعها كل. مريم الحقيقة ما فيها كتير تقعد، يعني بتلاقيها بتقعد شوي بتحوص بتصير بدها تروح. الكل كان مزعوج. أنا كنت عم بظهر من الأوضة لأنه كان في غنية بدي أكتبها وبحب أحضر أفكاري لحالي، يعني أنا وقتها بقعد بالأوضة مش عم بقعد مثل ما أعمل شيء. هن افتكروا يمكن إنه أنا رحت ما بعرف أتسلى أو أشرب شيء أو ما بعرف. فأنا كتيم ليدر لحتى أضبط الفريق اضطريت إني وجه له ملاحظة وقلت له معلشي هالطلعات هيدي يا ريت نخففهم. ما بنزعج منه، يمكن بفهمهم شوي عصبي أو شيء. يا جماعة مبدئيا نحن تقريبا صرنا مخلصين يمكن من فوق 80% من الشغل. بكرة الصبح شوية مراجعة، متابعات بسيطة مع المطبعة وبكون كل شيء جاهز. يعني أنا أتوقع بكرة الساعة 10-11 كله خالص، الساعة 1 بنتحرك نطلع على المؤتمر الصحفي لحتى نجهز على الأرض كيف حيكون الشغل وتوزيع الأدوار على الأرض. نحن منتوقع أنه بكرة المؤتمر الصحفي يكون ناجح بشكل كتير كبير. كلنا بانتظار المؤتمر الصحفي لليحة الحل على السكة على أمل أنه يكون ناجح، ومنتابع مع المحطة الثابتة بأخبار الزعيم. مثل كل يوم المرشحين تابعوا أخبار لبنان والمنطقة من خلال نشرة أخبار الجديد ونشرات المحطات الزميلة. نسمع تعليقاتهم ومواقفهم. اليوم موقفي بيتعلق بالفتنة السنية الشيعية. بعد ما شفت نشرة الأخبار اليوم وبالأمس حسيت أنه البلد متجه نحو الانفجار. بدي أقول لكل القيادات السنية والشيعية بالنهاية ما في أمل إلا بالحوار، فخلينا نتحاور بسرعة قبل ما يروح البلد نحو الانفجار. وشكرا. معقول البلد متروك لفريقين سياسيين مقصرين بالقضايا الوطنية اللي بتهم الناس؟ هيئة التنسيق النقابية موجودة بالشارع وعم تعمل عمل منيح، لكن ليش متروكة لوحدة بالشارع؟ وين القوى اليسارية والعلمانية الديمقراطية والمثقفين؟ صار لازم حدا يعمل مبادرة يعبي الفراغ الموجود بالبلد ويمنع البلد من الانزلاء لحرب أهلية جديدة. هاي اللحظة لنبني بلد جديد ونعمل دولة.
بدي أطرح موضوع من الأشخاص المدمنين على تعاطي المخدرات. هؤلاء الأشخاص مش مطرحهم بالسجون اللبنانية المهترئة، إنما بمراكز العلاج، لأنه مش المفيد نحط مدمن بالحبس ونحن ما نعالجه، لأنه من بعد ما يطلع رح يرجع يتعاطى من جديد. بدنا مراكز علاج متخصصة طبياً بشرياً وتقنياً، لأنه إذا ما عملوا هيك الدولة بتكون مسؤولية مباشرة وغير مباشرة بقتله. شكرا. تالس ميليتيوس هو أول ما اكتشف الكهرباء ب 600 قبل المسيح. اليوم بالقرن 21 2013 اللبناني بعده عم بيحلم بالكهرباء، في ميل عم بينهدر بخصوص هالشي. سو أنا بطرح أنه على القليل يا تقدر الدولة تأمن الكهرباء، أو يتركوا شركات خاصة يأمنوا الكهرباء، أو يتأمنوا موتورات خاصة. شكرا. البحة يلي بصوته لحنا غريب اليوم بعد لقائه رئيس الحكومة كانت أصدق بكتير من كل الشعارات والمواقف والهتافات اللي سمعناها هاليومين. هيدي بحة يا حنا صادقة، لأنه وراك في ناس صادقين، لأنه في وراك موظفين ومعلمين وأساتذة عم بتعبر عن قناعاتهم أنت بدون أي فرز طائفي أو مذهبي. تحية لإلك وتحية لكل مناضل بالشارع اليوم. شكرا. من إمارة رومية لسجن سور، مش معقول هالسجناء شو عندهم حرية. إنه بس بدنا نسأل مسؤولية هالسجون على مين؟ وزارة الداخلية بتكبها على وزارة العدل، ووزارة العدل بالاسم عندها عدل. إنه يا ريت في حدا رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية يبتوا هالوضع بقى، لأنه البلد صار هو مسجون. يعطيكم العافية شباب. الستة قالوا رأيهم مباشرة على الهواء، وأنتوا مشاهدينا بتقيموا وين أصابوا وين لا. بعد ما سمعنا الشباب والصبايا منشوف التقرير الثاني المتعلق بلائحة المواطن. كتلة المواطن كتلة توتر وقلق. شباب اليوم تلت نهار دخلكم، معش في وقت، يعني قد ما فينا بدنا نكون جديين. بخصوص المكان مش ظابطة هون، شو اقتراحكم؟ هلا هن عادة بيعملوا بأوتيل، نحن عنده مبدأنا بدنا نكسر صورة الزعيم، فنحن ما لازم ننقل أوتيل. هاي أنا برأيي أوتيل، إذا فينا هلا ندبرها بنخلص. أنت عامل مؤتمر صحفي، الصحافة تيجي تغطيك، بس في لوجيستكس، الأوتيل هو بجهز لك هدول كلياتهم. أنت أوتيل، أوكي مفهومة. أنا قلت وين الأفضل بنمشي فيه، تفضل دير الحوار يا عمر معروف. خلص خلينا على الأوتيل سيف سايد، خلص بليز بليز أوتيل، خلص المرة الجاية نعمل شيء هيك كرياتيف أكثر. أنا معك، يلا تفضل نحكي مع الأوتيل. بعد ما تمت مراجعة حسابات الفريق اكتشفنا إنه لازم نعمل المؤتمر الصحفي للهوية السياسية تبعنا خارج بيت الزعيم، ورسينا على فكرة أخيرا بالفندق. شباب هلا نحن اتفقنا على لائحة المواطن، بليز مايا بدك تروحي تخلصي الجرافيك ديزاينر اليوم، اوكي؟ والشعر؟ الشعر روحي قلبي، بنكون احنا حضرناه، بنحكيك على التليفون، بنتواصل مع بعض قبل ما نضيع. انطلقت مايا على احدى المطابع لتحضير اللوجو ومناقشة الافكار والمقترحات مع صاحب الاختصاص. وبخلال وجودها بالمطبعة تلقت اتصال من زملائها اللي اتفقوا اخيرا على شعار اللائحة. الشعار النهائي هو خلينا نوع، هلا اللوجو لازم يعكس هالشي ولازم يعكس لائحة المواطن. وبالوقت اللي كانوا أعضاء لائحة المواطن عم بيكسروا راسهم بالبيان الانتخابي، غادر رئيس اللائحة المقر. لوين؟ التقيت مع فريق الأوتيل، كل شيء كان ممتاز، التعاون الأوتيل فظيع، الصالة مثل ما بدنا كتير كبيرة، التحضيرات للمؤتمر الصحفي لبرنامج الانتخابي مع مقاعد الصحفيين مع كل شيء لوجستيك ريدي. قرار علي إنه يروح يشوف الأوتيل ما كان له طعمة، شو راح يعمل ما بعرف، أنا برأيي عندي كراسي. شباب صبايا انا بس بدي اخبركم شو صار معنا اليوم بفينيسيا، كل شيء كان ممتاز، نزلنا شفنا القاعه، التقيت الشخص المسؤول اللي هو اللي عم ينظم كل شيء. بكره الساعه 1 انا بكره بالمؤتمر الصحفي رح كون موجود، بس مش على الطاوله تبع المؤتمر الصحفي. اذا مني مقتنع فيه مش رح روح اوقف بمؤتمر صحفي واحكي كلام مني مقتنع فيه. بس بدي اخبركم شغله، حتى لانه ما معنا وقت، والله تعبان. لا بدي حتى خليه حتى تنفيذ، عم بحكي تنفيذ. تنفيذ شو؟ عملنا كل شيء بغيرتك، اسمعهم اذا مش عاجبك غير. تفضل رح نبلش من مايا. اوكي مايا تفضلي.
الظاهر أنه التوتر سيد الموقف وفي تباين كبير بين أعضاء اللائحة، وعلى الرغم من هالجو المتشنج أنجز كل مرشح عمله وقدم تقرير شفهي لرئيس اللائحة. شباب خلصنا قوم يلا. شو بدك أنا بأمرك علي؟ لا لك أنا بأمر المجموعة كله. اليوم كان آخر نهار، بكرة في المؤتمر الصحفي، الله يستر لأنه ما في شيء ضبط. إذا ما في شيء ضابط المهم يتصلح قبل موعد البرايم الثاني. وهلأ كلنا ناطرين نسمع أعضاء لائحة المواطن على منبر الزعيم. اليوم اثنين هددوا الجيش بالدولة، صرنا سنتين ونص جيشنا هو ساعي بريد أو بوليس بالحرب الكونية بين جبل التباني وباب المحسن. جيش ما نسمح له يعمل شيء بسبعة أيار، وعم نسأل ليش. دولة عم تفاوض حرمية السيارات وعندها مندوبين معتمدين بالمناطق، دولة ما فيها لسجن، هاي دولة ما بتستحق الحرية. نوابنا الكرام، منعرف كتير منيح أنه حضراتكم مشغولين بإعداد قانون انتخاب جديد بيضمن رجعتكم سالمين على مقاعد المجلس النيابي، بس بالأملية وهيك حضرتكم موجودين تحت على غير عادة، في قوانين تانية بتهمنا، في قانون أحوال الشخصية، قانون حماية الأسرة، قانون الزواج المدني وغيرها من القوانين اللي بتضمن بقائنا سالمين بمقاعد هالوطن. شكراً. مساء الخير. لفتني اليوم إنه الإخوان المسلمين بدهم يمنعوا زياد الرحباني يفوت على مصر. يا جماعة أنا خايف بكرة إذا حكم البلد عنا ناس مثل داعي الإسلام الشهال، أحمد الأسير أو خالد الظاهر يخونوا وديع الصافي وفيروز وينفوهن على الصومال. معك حق يا زياد الرحباني وقت قلت هيدا بلد منه بلد، هي قرطة ناس مجموعين. مساء الخير، بدي أعتذر منكم، كل يوم نفس الأخبار، خطف شبابنا، تهديدات، مشروع فتنة، تطرف طائفي، 600,000 عائلة عم بتطالب، لبنانية عم بتطالب بسلسلة الرتب والرواتب والدولة مستقلة فيها لا من قريب ولا من بعيد. بدي أسأل هالزعماء قد ايه بدهم يضلهم يستخفوا في بعقولنا؟ خليني يتنازلوا شوي عن عروشهم وعلى القليلة عن عرشهم ويقدموا بس مشروع انتخابي يحمي هالبلد. اليوم حضرت الأخبار ومثل العادة لعيت نفسي. بدي أتوجه للناس من كل الطوائف، مسيحي، سني، شيعي، درزي، وقول يا خي اللبناني، مش شريكك بالبلد هو الخطر، مش جارك هو الخطر، حتى قناعاتك منا خطر عليك، زعمائك ومسؤولينك وقسم رجال الدين هن اللي خطر عليك. فكر فيها، فكر منيح. صار لي 3 أيام عم شوف واسمع نفس الأشخاص على الأخبار عم بيقولوا نفس الأشياء. هلا أنا بفهم إنه في ناس حقها ما بيوصل له وعم تحاول توصل صوتها عبر الإعلام، بس في عالم تاني فاتحة برنامج تلفزيوني على حسابها بنشرة الأخبار. مسيو أحمد الأسير، شي مرة فكرت تعمل بروجرام خاص فيك على التيفي؟ على القليل وقتها بيصير طلعتك على التيفي كل يوم إلى طعمه. شباب يعطيكم العافية، برأيي في كتير نواب رح يحسدوكم أنه عم بتطلوا أكتر منهم على الجديد. مشاهدينا أخبار الزعيم انتهت لليوم، لكن التصويت للمشتركين 12 مكمل، وأعضاء الفريق يلي بيكون مجموع أصواتهم الأعلى بيكونوا بأمان، والخطر بيطال اللائحة المنافسة. فأي لائحة رح تحصد أعلى نسبة من الأصوات؟ القرار بإيدكم. أنا لهون بينتهي مشواري معكم، تصبحوا على ألف خير.